تحياتي. احنا اليوم موجودين في قرية قاقون، قاقون اللي هجر أهل في العام 48 من القرى العامري من قضاء الكرم. تعالوا نعمل جولة ونتحدث عن قاقون. أستاذ رضا عمر، تحياتي. أهلا وسهلا. أول إشي ألف شكر لإلك اللي رفقتنا لهذا الموقع الجميل، لهاي البلدة الحلوة، بلدة قاقون. أنا للأمانة ولا مرة سمعت باسم البلد، يعني هذا تقصير منا ومن أي شخص ما بعرف البلد. هاي البلد الجميلة اللي يعني في موقع جميل، أنت راح تعرفنا وين إحنا موجودين. أنا بعرف إحنا موجودين جنب القلعة، هاي قلعة قاقون. نعم. اللي بتطل على عدة أماكن. قاقون على تل كانت عامري لحديث 48. احكي لنا عن البلد، موقع البلد، حوالين ايش في حوالين البلد؟ انا شايف كثير بلدان ملن. نعم. طبعا خلفنا القلعه اللي هي قلعه مملوكيه صليبيه اولا ومملوكيه لاحقا، وزي ما بنشوف في عمليه ترميم هنا. الترميمات هذه اجريت عام 2007 في اطار تحويل الموقع لحديقه وطنيه. طبعا احنا في اعالي تل قاقون، ارتفاع التل هنا 52 متر عن سطح البحر، 32 متر عن المناطق المجاوره. طبعا قاقون هي من قرى الشعراويه الغربيه، والنقطه زي ما احنا شايفين هنا في مطل رائع، مع انه في ضباب والرؤيه غير واضحه. اما لاحظوا في ان هنا بهذا الاتجاه للجنوب الشرقي مدينه طول كرم، والى جانبها شويكي، قريب منا هنا كيبوت سباحن من سنه 1954. وخلفه في الجهه الثانيه في ان باتجاه الشرق تماما في ان بيرسكي يما المرجي وابثان. واذا بنطلع للجهه هذه بنشوف جت الطباخ الغربي طبعا منا. ولا الشمال في عنا الجلمي اللي محله اليوم كيبوتس لابوت حبيبة، وباتجاه الغرب منه للغرب في وادي الحوارث ووادي القباني. فمثل ما بنشوف هنا يعني على مر التاريخ كان في استيطان هنا. رايحين نتطرق للجوانب التاريخية لأنها موقع يشرف على مناطق واسعة حوله. هاي القلعة قلعة قاقون. نعم. البلدة اللي كانت عامري، قديش كان عدد سكان البلد تقريبا في قبل 48؟ 1900 بناء على احصائيات 1945 كان فيها 1970 نسمه. 1948 العدد يعني حوالي 2285 نسمه، هيك الاحصائيات بتقول. طبعا ربما في مصادر اللي بتقول اشياء ثانيه، ارقام ثانيه، اما خلينا نقول العدد يعني 2200. حوالي بشكل عام 2200، قد يكون يعني حوالي 2200. يا الله، بلد عامري اللي يعني من اكبر قرى المنطقه، هي تتبع لقضاء طول كرم. نعم. قاقون. نعم. لطول كرم. نعم. اها، يعني من اكبر القرى اللي كانت بالمنطقه هون قاقون. بنقدر نقول انها قريه كبيره مقارنه بالقرى الثانيه. نعم، هي قريه كبيره ولها تاريخ مقارنه بجات، مقارنه بمنطقه بير السكة أو باقي الغربية. نعم. فمن يعني القرى، قرى بير السكة على سبيل المثال، يما المرج بثان بير السكة كانت قرى صغيرة نسبيا إلى ما قورنت بقاقون. إذا عدد السكان كبير، يعني أنا واضح إحنا واقفين على المطل هون. نعم. المطل اللي بطل على الأراضي الحلوة الجميلة الخضرة، وإحنا إسا في فصل الربيع. أهل البلد لما عمروا البلد وكانوا هون استغلوا كل الأرض الموجودة هون، كانت أراضيهم واسعة. نعم. صحيح؟ أراضيهم حوالي 40,000 دنم، وما يميز أرض قاقون أنها تربتها تربة جرفية
خصبة صالحة للزراعة وككون امتازت بزراعتها، فزرعوا الحمضيات، زرعوا البطيخ، كانت زراعة صيفية، زراعات شتوية. أين؟ فيعني مصدر الرزق الرئيسي لسكان ككون كان الزراعة، بناء على إحصائيات الفترة العثمانية 1596 ككون أيضا امتازت بالزراعة وبتربية المواشي. أي سنة؟ 1596 في الفترة العثمانية، يعني قبل 400 سنة. أيوة، سكان ككون قرية صغيرة نسبيا اللي اشتغلوا في الزراعة وفي تربية المواشي وتربية النحل. فيعني خلينا نقول كل يعني في فترات طويلة هذا مصدر رزق سكان ككون، اعتاشوا على الزراعة لأنه في هنا مقومات يعني للعمل بالزراعة. عندهم الأرض الخصبة الواسعة، المياه الجوفية، بنوصل للبير وبنحكي مياه جوفية مرتفعة. يقال أنه حتى عام 1948 كان حول ككون ما يقارب 25 بير، بير نبع. هنا المياه الجوفية بير مرتفعة، نبع. بير نبع، نعم، مش بير ل... بير مياه جوفية. جوفية مش بير جمع، مش بير مميز جمع. بين بير الجمع طبعا بيجمعوا المياه في الشتاء سطح البيت اللي عم بحشوها، نعم، وفي آبار نبع. الحديث هون عن آبار نبع. السبب حول ككون كانت بيارات عديدة، كانت مزارع، و طبعا الأراضي حول ككون كان لها أسماء أيضا، زي مثلا في منطقة المناخات، الموارس، الرملات. الموارس، موارس القمح والشعير وال... نعم طبعا زراعة مميزة لككون كانت القمح والشعير، وزي ما قلنا كان زراعة شتوية وزراعة صيفية. و باختصار يعني بلد زراعية، بلد زراعية من الدرجة الأولى، بلد زراعية. وككون أنا بعرف إنها كانت قريبة على سكة، قريب من سكة الحديد. نعم، تقريبا نص كيلومتر منا وللشرق مرت سكة الحديد هون. سكة الحديد هذه من بداية فترة الانتداب البريطاني ربطت بين طول كرم في الجنوب وحيفا في الشمال. الفترة وعملت العثمانية. نعم، كانت بالفترة العثمانية. فترة في أواخر الفترة العثمانية كانت سكة حديد هنا لمنطقة كنير ولمناطق، أيوة، ولمنطقة الخضيرة. أما في بداية عهد الانتداب البريطاني مدوا سكة حديد هنا من طول كرم إلى حيفا. سكة نعم. توقفت نهائيا عن العمل عام 1968، وحاليا على طول شارع 6 هنا العمل جاري في شق في مد سكة حديد على جانب شارع 6. وسكة الحديد اللي هاي تمتد هيك عمليا نفس سكة الحديد اللي بتروح باتجاه يافا، ولا هاي سكة؟ لا لا، هي طول كرم حيفا. طول كرم حيفا، طول كرم حيفا. طبعا هناك للجنوب فيها امتداد، فيها امتداد للشمال لاحقا للجنوب راس المقورة، حتى مصر، السويس. على زمن الأتراك العثمانيين لما كانت جبهة على كانت السويس مدوا لبير السبع وللجنوب. أما إحنا هنا نتحدث عن سكة اللي هي من بداية عهد الانتداب البريطاني من سنة 1918. جميل. أهل البلد في 48 طبعا بما أنه كان في هون عدد سكان البلد بحدود 2200-2300 نسمة، كان في عندهم مدارس، ناس حضاريين، ناس متطورين بالضرورة. نعم. أحيانا نزور المدرسة. المدرسة طبعا كانت، ونتحدث مدرسة عن المدرسة. نتحدث عن المدرسة. نعم، كانت مدرسة. سكان ككون لوين تهجروا؟ تم تهجيرهم؟ في تهجروا لمخيم طول كرم، مخيم نور شمس، في منهم موجودين في دير الغصون، في مخيمات لجنة الغصون، دير الغصون، دير الغصون، تل رام الله. لا، هنا في الجبال منا وللشرق. دير الغصون هي عمليا مناطق 67 الضفة الغربية. الضفة الغربية، نعم. طول كرم، نعم، وجبال، نعم، الضفة الغربية هي موجودة أمامنا. تهجروا لهناك، وبشكل عام في الشتات في أماكن مختلفة. أهل البلد، نعم، عائلات البلد، تذكر أسماء عائلات البلد؟ نعم، أستاذ طبعا راضي. في عائلة أبو هنطش. أبو هنطش، في هوجي، في شوربجي، جبارة، نايفة، الشيخ غانم، وعائلات أخرى. وفي العائلات هاي هل بقي منهم في الداخل الفلسطيني مثلا اللي من ككون اللي كانوا في جاث أو باقة الغربية أو منطقة المثلث الجنوبي؟ يعني في منهم اللي نزحوا لهناك؟ أيوة. هلا بداية
نزحوا للقرى الكاريبي، أقرب قرية هنا بير السكة. ففي فترة لاحقة صدرت تعليمات عن الحاكم العسكري للمنطقة إنه يعني ممنوع لأي شخص إن يكون عنده حدا من ككون. فبهالصورة هاي يعني كلهم هاجروا لشرق الخط الأخضر لمناطق مختلفة. بدك تحكي لي يعني إنه أهل البلد اللي بقيوا في الوطن، الحاكم العسكري أعطى أمر أن يخرجوا؟ لجأوا للقرى الكاريبي، ما خارج الحدود اللي رسموها، صدرت أوامر إنه يخرجوا من هنا. أيوة، فخرجوا لمناطق مختلفة زي ما قلنا. اليوم نلقاهم في الشتات، في أماكن عديدة، في مخيمات لاجئين، في منطقة الضفة الغربية، في الأردن. أهل خخون. نعم. يعني البلد على تلة، إحنا حكينا إنه زرعوا، إيش بقي؟ يعني أنا شايف فقط شجر خروب ومل، يعني هاي خروبي لا؟ نعم. هاي خروبي، مل. لتحت كان في توتي، في هون زنزلخت هاي. يعني ما بقي من آثار البلد أو في لوزي تحت. نعم. لا؟ في صبر نخل كثير. صبر. أيوة. وأيضا نجد في نوع من الأشجار هيك كثير بنجده في الناحية الشرقية من البلد اللي هو العوسج. أيوة. هاي موجودة بكثرة. أما بالنسبة للأشجار هنا ذكر العوسج ذكرها عام 1990، طبعا حولت ككون لاحقا إلى حديقة وطنية. وفي إطار تحويل القلعة، تحويل ككون لحديقة وطنية، زرعة الأشجار اللي بنشوفها هنا. أيوة. مثل الصنوبر الحلبي، وزي ما تفضلت الخروب، وهي النخلة النخيل. هاي النخلة نخلة قديمة جدا. هذه النخل ممكن انه تكون نخل قديمه، اما في نوع ثاني في اطار تحويل المنطقه لحديقه. أيوة. وطنيه زرعوا اشجار نخيل واشنطن بسموه، بنشوفه في الجهه الثانيه. أه. اللي هو دخيل للمنطقه هنا مش اصلي، وكثير من الاشجار مش اصليه هنا نهائيا. يعني المنظر اليوم يختلف كل اختلاف عما كان عليه عام 1948. أنا شفت يعني حجار البلد ما بقي، يعني هون في حجار من البيوت، حجار من البيوت. نعم. هون كان في بيت، وشفنا واحنا طالعين بالطلعة معاملين من حجار البيوت الحديقة. لا أيوة، في عملوا منشآت لاستقبال الزوار، لأنه أحيانا البلد هنا تستقطب كثير من الزوار. نعم، هيك استغلوا الحجار. وكثير من البيوت احنا ما بنشوفها اليوم لانه كلها ركام، وفوقها غرزة الاشجار. ما بقي ولا بيت. في هون بيت على جنب القلعه. ايوه، واحنا نازلين بنشوفه بيت واحد. بيت، نعم، وبقيت المدرسه. وبقيت القلعه. طبعا بقيت المدرسه لانه المبنى جميل. نعم. انا اذا شفنا المدرسه اسم استعملت لفتره معينه. أه. اليوم هناك في مركز جماهيري. أه. في مركز ثقافي. المدرسة استغلت لفترة معينة، واليوم مهجورة. مهجورة المدرسة. نعم. طيب. مهم أن نذكر أنه في 48 في إطار الهجوم على ككون، هذه الطرق يعني كان فيها ألغام لمنع وصول إمدادات ومنع وصول فزعات من القرى المجاورة. طبعاً بشكل عسكري حكيم أنه يسكروا على أساس أنه يعملوا الحصار. طبعاً طبعاً. طبعاً طائر ككون في لها تراثها. أي نعم. وحتى في حد الحموي من هون. نعم. في أحد الأشخاص المشهورين اللي كان هم من البلد. إيه طبعاً. الشاعر الحموي إيش من الشكل؟ مش متأكد. أما من ناحية التراث. في أمثال اللي قيلت عن ككون. أي نعم. على سبيل المثال بيقولوا طابون انهد في ككون، أو انهد طابون في ككون. شمال غرب ككون في كيبوتس اللي اسمه مستوطنة تعاونية اللي اسمها هامع بيل. أه. اللي أقيمت عام 1945، وكانت أحياناً ككون تهاجم من هناك. وفي أحد المرات قصفت ككون فسقطت قذيفة على طابون،
وهضم الطابون هذا. فالمثل هذا يعني يعبر عن إشي جانبي هامشي مش مهم. إنها الطابون في ككون، ولكن صار مهم بعدين، كان لها مكانة مهمة جدا. فكانوا يقولوا القانون من ككون، ما يدل على إنه كان لككون مكانة مرموقة، قرية ذات أهمية. القانون من ككون، من ككون. نعم، جميل. أستاذ أستاذي العزيز، خلينا ننتقل على مكان آخر، نشوف المدرسة ونأخذ نعمل جولة هون بالقلعة. يلا إن شاء الله. تفضل. انتقلنا لمكان آخر في هاي البلد، هاي البلد اللي تم تهجيرها في العام 48. كنا بالقلعة، كنا في مركز البلد فوق. البلد الجميلة اللي بتطل على كل سهول المنطقة هون، في منطقة في قضاء طول الكرم. شفنا بير السكة، شفنا زامر، منطقة زامر، جث، باقة الغربية، الساحل. وإحنا اليوم موجودين أمام هاي المدرسة، مدرسة أستاذ راضي. أنا شايف مدرسة راقي بلا حدود، فيها بناء جميل جدا، وحتى الحجار صلبة تختلف عن الحجار اللي في القلعة وحجار البيوت اللي شفناها في أماكن تانية. الحجار البيوت طبعا اللي عاملين منها المقاعد، ها؟ نعم. أخذوا حجار البيوت، وشو عملوا منها؟ عملوا حجار البيوت، بدك تقول إنه الحجار يعني استعملوا في المدرسة؟ لا لا، حجار المدرسة شيء ثاني. استعملوها لأغراض متعددة، لأنه بعد ما انهدمت ككون طبعا، في حتى في المستوطنات المجاورة هنا في بعض الناس اللي أخذوا حجار منها. إيش بعد ما انهدمت؟ بعد ما هدمت، بعد ما هدمت، ما هدموها، هدمها، نعم، محوها عن وجه الأرض حجارة منها. وهذا شيء متبع في عدة محلات، أنه في ما يسمى بالبناء الثانوي بأخذوا حجار وبيستعملوها. شفنا أنه اليوم أقاموا منشآت لاستقبال زوار المنطقة اللي بنوها من حجار ككون الأصلية، وأيضا المدخل مبني من الحجار اللي هي من حجار البلد، الجير الأصلية اللي بنوا منها بيوت البلد اللي هي اليوم ركام، وفي أشجار بتغطيها زي ما شفنا. قصة المدرسة إنها زي ما احنا شايفين إنه في إن أسلوب واحد من البناء، في أسلوب ثاني هناك كان فيها 7 غرف. المدرسة هذه خدمت ككون والكرة المجاورة اللي بنحكي عليها. نعم، بنحكي على المدرسة هذه. إذا أنت بتشوف يعني المجاوري، كيف الحجار ها عاملين خلطة الشباك. نعم، بجمال يعني الشيء رهيب، متقن وجميل. وبنشوف في الداخل، لما بنصور في الداخل بنشوف انه في السقف هيك في دوامر أيوة، حديد. هذا نمط البناء، وايضا الحجار في طبعا الداخل عشان تمسك السقف، ولا مبنيه بالحجار المحليه، وهيك هذا نمط البناء اللي كان متبع في حينه. المدرسه خدمت ابناء ككون وايضا طلاب من القرى المجاوره، ومديرها في يعني اخر مدير لها كان اسعد ابو حسنه من عتيل، من قريه عتيل. واذا احنا بنشوف الاحجار ها فوق، كيف هذا زي ما حكيت لي واحنا قاعدين بالقلعه هناك، انه الاحجار هاي ها احجار صلبه، ممكن تكون من جبال نابلس بالتاكيد. في احجار حمراء، ما في احجار هنا. لا لا، على مر التاريخ طبعاً. لما تحدثنا عن القلعه كنا الاحجار جابوها من مصدرين، اما من جبال نابلس اللي ما يميزها الاحجار الجيريه الصلبه، او من منطقه الساحل من التلال الكركريه في منطقه الساحل. صحيح. وعلى الاغلب الحجار هي احجار جيريه، وهنا وهناك استعملوا الحجار الكركريه. احجار، وهي احجار صلبه، هنا هي احجار جيريه واضح طبعا صلبي طبعا. وحتى يعني سمك الحجر. نعم. لذلك عشان هيك المبنى ما زال قائم، اللي يمكن عمره، لانه انا حسب ما قرات انه المدرسه في هون في ككون بنيت مدرسه، بعرفش اذا هي المدرسه للامانه والله اعلم، في 1892 عبد الحميد بنى مدرسة في ككون. في البداية كان كتاب على زمن طبعاً أتراك العثمانيين، ولاحقاً أقيمت المدرسة هذه بشكلها الحالي. وزي ما كنا فيها 7 صفوف. 7 صفوف، هي مدرسة كبيرة. مدرسة كبيرة نسبياً بالمقارنة لباقي البلدان. نعم، مدرسة كبيرة بالتأكيد. Thank you.
هاي المدرسة الجميلة. أخوني أنا ذكرت فوق إنه كان هوني ياقوت الحموي وصاحب معجم البلدان. نعم نعم. من هاي البلدة ياقوت الحموي، ياقوت الحموي كان من قاقون. نعم مصادر. هكذا المصادر. تنسب إلى قاقون. وواضح إنه الكتاب هذا كتاب ذات أهمية بالغة. معجم البلدان. معجم البلدان. مش بس كمان. وينسب إلى قاقون وغيره من العلماء العسقلاني والقاقوني. العسقلاني من هون يقال والله أعلم. يعني ما يدل على إنه البلد كان إلها أمجاد وزي ما قلنا إلها ماضي عريق وتزخر بالأحداث التاريخية المهمة جدا. ربما نسينا نذكر معركة قاقون المشهورة جدا 15,000 على زمن نابليون 15,000 1799 معركة قاقون. يعني محاربين محليين ومواليين للجزار. وكانت معركة عمليا المعركة دارت في قرب قرية عتيل اللي سبق ذكرناها. قرب قرية زيتا. أي نعم. ومصادر مختلفة تشير لأن قوات نابليون تكبدت خسائر كثيرة وبعدها وصل المسيري شمالا باتجاه عكا. عكا وهناك الزلمة قعد وما عمل شيء. الحديث عن سنة 1799. ولاحقا ما قدر يفوت عكا وحمل حاله وينسحب ويرجع باتجاه مصر وروح. لأنه اصلا هو اجى من مصر عام 1798. روح استاذ راضي، الف شكر لك. يعني ممكن اتحدث بعد وبعد عن هاي البلد الجميل الحلو. يعطيك الف عافيه ويطول بعمرك استاذ راضي عمر، وشكرا على مرافقتك لنا في هاي الجوله الحلوه. تشرفت بمرافقتكم. الله يسعدك. شكرا لكم. وبالتاكيد بكيت اشياء كثير جدا نذكرها حول البلد هاي. تاريخ مجيد عريق طويل. طبعا هذا واضح. وهيك بنوصل لنهايه حلقتنا اليوم في قريه قاقون، والى اللقاء في مكان اخر في الوطن.